ذلك المولود الذي أتى بحلة السعادة والحياة إلى بيت الوالد والوالدة. فالسعيد الذي ينثر عبق السعادة كان يطلق عليه اسم روزبة في تقاليد زرادشت. أبصرت عيون سلمان الفارسي النور في نواحي إصفهان وفي قرية جي، ليترعرع هناك ويأتي أبواه ليزردشانه، ثم ليقسم قسم أهورا مزدا بأن يثبت على دينه وألا يتجاوز حدود الخلق الرفيع وسمو الذات، ثم ليتزنر بحزام الانتماء لدين آبائه فتكتمل مراسم التعميد. هذه الأراضي أنتجت 500 دينارا في العام الماضي، أما هذا العام فقد أضيفت إلى أرضكم هذه البقعة، فهل ستدفعون الضرائب أم تقدمون الغلات؟ بل ندفع المال. لا تظنوا بأني غافل عن هذه الأرض، عناصر الجباية أخبروني بكل التفاصيل الدقيقة من أراض ومن محاصيل. أما أنتم أيها الحدادون فقد بعتم 1000 من السيوف، وهذا يستدعي أن تدفعوا 3 أضعاف ما وضعتموه في العام الماضي، وأعتقد بأنكم تعرفون كم هي ضرائب الحديد، أليس كذلك؟ صحيح. ماذا تفعل يا روزبه؟ كان والد روزبه، والذي يعد من كبار الساسانيين في تلك المنطقة آنذاك، يحاول أن يغذي روزبه الصبي بكل ما هو مهم من آداب التجارة والتملك، لكن عيون روزبه كانت تنشغل بتفاصيل دقيقة أخرى تبعده عن الرياسة والسياسة. أهلا ومرحبا بقدومك. عن إذنك. شكرا سيدي. شكرا لك. تفضل. املأي لنا الأقداح. تفضل تفضل. شكرا جزيلا. روزبه تعال هنا يا ولدي. نعم يا أبي. تعال اجلس هنا إلى جانبي. سلمه هذه السرة من المال. تفضل. شكرا جزيلا. أستأذنك سيدي. أهلا ومرحبا. يجب أن تكون كما علمنا أسلافنا يا بني، حافظا للخزينة بأمانة وصدق، ويجب أن تكون دقيقا وفطنا، لا تخفى عليك دقائق الأموال ومصادرها. إن أهورا مزدا إله زحل وبنات نعش رفع الشمس تحت السماء الصخرية، ووضع تحت الشمس مكان القمر، وطرز على أعتابه مواقع النجوم، وثبت على قواعد الأرض ذلك الجبل السرمدي المزاج والذي يسمى البرز، ذلك الذي أسبل حواجبه البيضاء على سبحه الراسي. عفوا سيدي، وهل هناك أهورا مزدا آخر يمارس الألوهية في عالم آخر؟ كن حذرا يا ولدي. سمعا يا أمي. حسنا تعال يا روزبه.
تعال من هنا. يا إنه من حصان جميل. إنه من جياد والدك. إنه رائع جدا. حسنا، خذ اللجام جيدا. يحفظك آهورا مزدا يا ولد. حسنا، خذه من هنا. حسنا، كن حذرا. عليه أن يتعلم ركوب الخيل ليصبح فارسا في المستقبل. حسنا، توقف. سمعا. امتط الجواد يا رزق. سمعا. عليك أن تمسك زمام الفرس وتحكم إمساكه. بوركت يا ولدي. فلنقم الصلاة لأهورا مزدا. طيب، نادي طيب. عليه. حسنا، تعال يا ولدي. لم يعد عالم الزرادشتية والنار ليشبع رغبات رزبة في العلم العميق. نظراته الثاقبة كانت تبحث عن حقيقة أكثر أصالة، عن نار أكبر تنير الشعور والضمير. يا أهورا مزدا، تلك النار التي هرب منها رزبة كانت رفيقه الوحيد في الليالي الحالكة، والصديق الذي أشعل في داخله الحب وأنار حوله ليالي العتمة وأوقد فيه جذوة الهداية. ماذا أصابك يا أخي؟ ما الخطأ؟ هل أنت بخير؟ انهض. يجب أن أوصل الماء. هل أنت بخير؟ يجب أن أوصل الماء. حسنا حسنا، على مهلك. انتبه انتبه. أبشروا أبشروا يا أخي، لقد جئتكم بالماء. كنت سأموت لولا هذا الفتى، إنه أنقذ حياتي. تعالوا 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 واشربوا، تعالوا واشربوا الماء. تفضل تفضل، اشرب الماء. تفضل اشرب اشرب. تفضل اشرب الماء. بوركت يا بني، كيف نصل إلى الماء؟ هناك. حسنا، خلف تلك القمم الثلاثة. وهل المسيح إلا المحبة؟ إن حب الرب كنار ملتهبة لا تبقي رمادا ولا تذر سوادا. وماذا يكمن وراء حب المسيح؟ حب لا تقيده الحدود، وإحسان لا ينتظر المقابل. فالنار التي تشتعل في قلب العاشق يبقى أثرها ذكرا للمعشوق، والحرارة هي الفناء في المحبوب. نيران الشوق إلى المسيح أضرمت في قلب رزبة شرارة أخرى. لقد تنصر رزبة وارتدى بردة المسيحية. هو الخير الحقيقي، رحوم قدوس عادل. أما أنا فشرير محب لذاتي وخاطئ ظالم،
هكذا يجب أن يكون كلامنا في ساحة قدس الخالق العظيم. أوزباه! يجب أن ندرك بأن مصدر الخير المطلق هو الخالق وتعاليم السماء، وأن ما من نقص إلا ونحن سببه، وهو بسبب ضعفنا وظلمنا وغضبنا. روزباه، أين أنت؟ نعم يا أحبائي، كما قلت لكم، ما من نقص إلا ونحن سببه. روزباه، إنه بسبب ضعفنا روزباه وظلمنا وغضبنا وما نحمل في داخلنا من نوازع تتناغى مع ميولنا وأهوائنا. روزباه روزباه، أين أنت يا بني؟ لقد أقلقتنا، هل أنت على ما يرام؟ تكلم، ما هذا؟ حسنا، هيا بنا يا بني، هيا. لقد أقلقتنا يا روزبة، أين كنت؟ ألم تفكر بما سيحدث إذا انتشر خبر صليبك هذا بين معابد النار الساسانية وعبادها؟ ألا تفكر بالفضيحة التي سوف تحل بنا؟ هل أصابك مس من الجنون يا روزبة؟ ليبعد عنك أهورا مزدا شر الشيطان ويهدك إلى سبل الجمال بحق النار. أي نار هذه التي تقسم بها؟ هذا الشباب شعبة من الجنون. لقد عثرت على الحقيقة تلك التي تكمن وراء النار. نلتجئ إليك يا أهورا مزدا، نلتجئ إليك. لقد وجدتها عند المسيح. هدئ من روعك بحق النار. ترك العزة والرفاهية والأهل والأموال، امتطى صهوة جواده وتوجه يحمله توقه إلى الحق والحقيقة ليجتاز به مهاوي الطريق وعقبات الوصول. إسحاق، انتظروني، سأرافقك. أهلا بك. أهلا بك. شكرا لك أيها الأب. كنا بانتظارك يا صديقي، لقد اشتقنا لك كثيرا. أسعدتنا. وأنا كذلك. وهكذا توجه روزبه مع القافلة المسيحية إلى الشام، والتي كانت مركز النصرانية آنذاك. سامحني، سامح تجاسري، سامح عبدك الذي تجاسر ورفع صوته أمام سيده، فالألم دفعني إلى الحديث معك
والكارثة التي حلت بي تجعلني أستدعي الطبيب لأنني أنا المريض. أهلا ومرحبا بك يا بني. ستمكث هنا يا ولدي لتنهل العلم ودين المسيح. قضى روزبة أياما طوالا في كنيسة الشام، وهو ينهل من غزير العلوم التي أعطاه إياها كبار الأساتذة والرهبان المسيحيين. تفضلوا. إذا نزل غريب في أرضكم فلا تظلموه، تعاملوا معه كأبناء بلدكم. فليكن الغريب النازل عندكم كأحدكم، لا تجعلوه بأن يشعر بالغربة والجفاء، لأن ديننا لا يقبل بالطبقية المقيتة. أحبوه كأنفسكم يا أبنائي. الديانة الطاهرة النقية في هذه الدنيا هي تفقد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. فالرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرامل. فوجئ الفتى عندما كشفت أمام عينيه حقيقة القس الأستان. لقد فوجئ بأن القس كان يدخر ويكنز شيئا من مستحقات الناس لنفسه في الخفاء، خلافا لتعاليم الدين والتوجيهات الربانية. احترزوا من أن تصنعوا صدقاتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند رب السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع والأزقة، فالأفضل يا أبنائي أن تبقى الصدقة سرا بيننا وبين الخالق. حسنا، انتبهوا يا أبنائي. وأناخ الموت بباب القس الأكبر. وروزبة ذلك الشاب العميق لم يكشف سر السرقات حتى وجد الوارثين يحومون حول المال. أترون هذه الصرة؟ كان يضعها هناك مع كل ما سرق. أقسم بالرب، لقد خدعكم جميعا هذا الرجل. انظروا كم هو المال هنا. هذه واحدة من الصرر التي كان يكنزها في الخفاء. لقد كان يظن بأن الرب العظيم لن يكشف أمره. أنا رأيته بأم عيني. إن أردتم فأنا أدلكم على المكان الذي كان يضع فيه الذهب والفضة. أخذت هذه الفضيحة مأخذها الكبير من روح روزبة. صدقه كان يقوده للبحث عن أستاذ لا تشوب نظراته أهواء الطمع، عن أستاذ يعمل بما يقول. كل ذلك جعله لا يطيق البقاء. إلى أين يا بني؟ هل ستتركنا حقا؟ أرجوك لا تذهب، ابق معنا. عليك أن تنفق مما تحب،
وأن تعلم أن الرب سيعطيك كل ما تحب من العطايا والهبات في ساحة قدسه. أعطي كل ما تملك للعلم. بقي في الشام وسلم زمام القلب إلى القس لعدة سنوات. نظرات الأستاذ المليئة بالرفق غذته بالمودة، ويده المفتوحة علمته العطاء، ونغم صوته أضفى عليه السكينة والصبر، كما كان هدوء القس تجليا للطف. أصبحت كبيرا ومعلما يا روزبه، وارتقيت درجات الكمال، وسأعتمد عليك بعد مماتي. ليباركك الرب، ليباركك الرب. رباه ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي، ليتني أنظر إليك يا ضياء عيني. ألهمني حبك فأنت حياتي لا تتم. فليحفظك الرب يا ولدي. وضع الأسقف كل ما يعرفه من العلوم القديمة وأسرارها الدقيقة بين يدي روزبة، لتكون مفاتيح الخزائن الأصيلة السماوية. اعلم يا روزبة أن هذا الكون الواسع العظيم إنما هو لنتكامل. ساعد الآخرين، أعنهم على حياتهم، لا تقصر في البحث عن المحتاجين، فلربما تكون أنت الأمل الذي ينتظرونه، وهذه أمانة الرب. لقد بقيت هنا لأساعد الناس، لكنني حرمت من الذهاب وراء ذلك السر، ذلك السر الذي بقي حسرة في قلبي. معلمي العزيز، معلمي العزيز، ما يبكيك يا ولدي؟ رزقني الرب صحبتك، ولا أدري أين أذهب بعدك يا معلم، لا أدري أين أذهب. أنطق أنطق أسألك. كان الأسقف كما هو حال الآخرين من اليهود والنصارى ينتظر لقاء النبي الخاتم هو الآخر، ولكنه عندما شعر بدنو الأجل وفي ساعاته الأخيرة أوصى روزبة بالذهاب إلى أنطاكيا لطلب الحقيقة. وكأن السنين قد عاهدت روزبة على أن تحصد أعمار معلميه، لقد حانت مرة أخرى لحظة الوداع، وروزبة يتنقل من ديار إلى ديار وبلدة إلى بلدة، ممتطيا جواد الأمل ليتعرف إلى ما لم يعرفه ولم يشهده من أسرار الألوهية والعبودية والبقاء والفناء. السلام عليكم. وعليك السلام. خذ قليلا من الماء، تفضل اشرب. أهلا بك يا ولدي، تفضل. هنيئا هنيئا لك، وصلت إلى مقصدك ومبتغاك. Thank you.
العلاقة التي يريدها ربنا الكبير، وهي علاقة الصداقة بين الآباء والأبناء. وهذا لا يعني قلة الاحترام وعدم التوقير والتقدير، ولا يتنافى معه أبدا. لقد قطفت لك هذه الزيتونة. الزيتونة تسقط إذا نضجت، والأوراق تتساقط إذا ذبلت، فانظر لنفسك كأيهما ستكون. إنها عدالة الإله الذي لا إله إلا هو، خالق النسمة وفالق الحبة. إنه الإله الذي لا تدركه العقول، لا تدركه الأبصار، يعلم ما في الأرض وما في السماء، ولا يخفى عليه عمل عامل. لا تشق على نفسك يا معلمي. حسنا، تسند إلي. حفظك الرب يا ولدي. تسند إلي. تفضل يا بني. تفضل واستمع. سأذكر لك علامات الخاتم يا ولدي. ليتني كنت أراه. كم تمنيت أن أراه. تميزه خصال ثلاث خصال: لا يقبل الصدقة ولا يرد الهدية، وختم النبوة على كتفه. خذ يا ولدي، حافظ عليه وكن حذرا. من أين أسير يا معلمي؟ سر باتجاهي، ذلك النجم. روزبي الصبور لم يعد صبره يعينه على التأخر لحظة واحدة عن التوجه إلى الحجاز. قليلا.
هيا انهض. عليك أن تصحبنا، هيا. كان الأسر محطة روزبي الأخيرة في صك الابتلاءات، هيا، حيث أسرته القافلة التي أنجته من الموت لتبيعه في سوق النخاسين بين العرب. لا أبيع بهذا الثمن أبدا، أفهمتم؟ لا أبيع بهذا الثمن. حسنا، كم تدفعون؟ 20 دينارا. 30 دينارا. لا، بل 100 دينار. إنه ثمن باهظ. ولا أنقص درهم. كما قلت 100 دينار. أدفع 40 دينارا. حسنا، كم تدفعون بهذا الرجل؟ اسمع يا هذا، سأدفع به 200. حسنا، انتظروا قليلا، انتظروا. لقد اشتريته وخصم الأمر. هيا تحرك، هيا تحرك، هيا. خطاه الوجلة كانت تحكي الخوف من أن ينتهي العمر قبل لقاء المحبوب. أما هذا فأرسلوه إلى بستان النخيل. هيا 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 تحرك. تعال أنت، خذ. هيا اذهب. من هو اللاحق؟ أنا سيدي. تقدم أنت. زدني سيدي أرجوك. هاتها من يدك وانصرف أيها العبد الوضيع، اذهب. تعال أنت، قف جيدا يا هذا. صدقني إنني متأكد من حساباتي، لكن هنالك نقصا. فأنا لم أترك شاردة ولا واردة، لكنني لا أعلم ماذا جرى. دعك عن هذه التبريرات، خطأك كلفني 10 دراهم. 10 دراهم. طيب لنعيد الحساب، فأنا لا أخون سيدي، صدقني. ماذا تقول؟ كم سنعيد؟ 10 دراهم وأنت تريد أن نعيد؟ أنا متأكد مما أقوله يا سيدي، أرجوك ثق بي. كيف أثق بك؟ أثق بك بعد كل هذا؟ أتسمح لي بمساعدتكم؟ بعض الأمور تقاس بالوزن والبعض الآخر بالحجم. كفاك يا هذا، ماذا تقول؟ دعه يكمل. اذهب من هنا، اذهب وعد إلى عملك. عبد يريد أن يعلمك. عجيب أمرك. تقاس بالوزن. اجلس ووضح ماذا لديك، وأنت أصمت لكي نرى ماذا يقول. مقدراتنا صارت بيد العبيد. لقد بيّنت لكم أن هذه المشكلة ستحل، لأن الزيوت تقاس بالحجم. وكيف ذلك؟ هو ليس بالوزن. أحسنت يا هذا. لا يمكن هذا يا سيدي، ما هذا الكلام؟ لا تستمع لكلامي. ألم هذا أقول لك بأن تصمت؟ أنا قد حلت، اذهب. ما الخط؟ مقدراتنا صارت بيد العبيد، إنه لا يثق بي ويثق بهذا العبد. إعجاب سيده بعلمه وبفضله وبقدرته على التحليل والحلول جعل سيده يوكل إليه مهمة متابعة العبيد والحسابات. ماذا دهاكما؟ لا أريد أن أبيعه يا رجل. لا أستحق أكثر من هذا. سأشتريه بضعفي الثمن. خذ هذا، خذ ثمن ذاك وهذا. أقبلت؟ حسنا، إنه سيقبل. وهذا الفضل هو ما قاد الآخرين من اليهود إلى الرغبة بشراء روزبة، لأن امتلاك عبد فاهم وعالم كروزبة
كان يعد فخرا ومدعاة للمباهاة بينهم. مراحل الرق هذه كانت بمثابة تمهيد يقرب روزبة من إدراك المعاني السامية للتعبد والمعرفة والفناء في ذات الخالق العظيم. لقد جاء رسول الله. ما الخط؟ ماذا حدث؟ يقولون إنه نبي آخر الزمان. هذا ما كنا نخشى. لا أدري إلى متى نتحمل كل هذا. الأمر لا يطاق أبدا. لن أتحمل أكثر من هذا. وأنا أيضا. لقد جاء رسول الله. جاء رسول الله. جاء رسول الله. أتتكلمون عن النبي؟ أي نبي هذا؟ نبي آخر الزمان. هل ظهر؟ أخبروني. أرجعها. هات ليس أكثر. أخبروني. يا لوقاحة هذا العم، تعالوا وابعده عنا. أرجوكم أخبروني. هيا تعال واذهب إلى عملك. بسرعة اذهب. لقد هب نسيم النبوة المحمدي، وانتشر عطر التوحيد، وانهمر غيث الرحمة. لقد مر على البعثة النبوية الشريفة 13 عاما. إنها السنة التي شاء الله أن يلتقي فيها روزبة بحبيبه الموعود. خصال ثلاث خصال: لا يقبل الصدقة ولا يرد الهدية، وختم النبوة على كتبه. ما أجملها لحظة لقاء الحبيب، ما أعذبها لحظة السكينة في أوج الاضطراب، ما ألذها لحظة الوله في ثنايا السؤال. فهل يدرك اليقين إلا بالأمين؟ وهل طعم العبودية إلا بنظرة منه؟ وهكذا حلت الرسالة النبوية المصطفوية في شغاف القلب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنها صدقة. إنها
هدية. بسم الله. آخر الزمان تميزه خصال ثلاث، وهو ما مكتوب في هذا اللوح. بث النبي الخاتم روح الحياة في جسم روزبة الذي أبلاه التشرد والانتظار، وهكذا نهل من كلمات نور النبي الخاتم وأودعها في سويداء القلب بعيدا عن تيارات الهوى وموجات الأطماع. أما الرق الذي عانى منه روزبة لسنوات حتى بعد هجرة النبي إلى المدينة المنورة، فقد كان قيدا كبيرا طوق روح روزبة التي لا تسعها الدنيا. متى سأبصر نور نبيك؟ إلهي يا متعال يا سبحان، فلتسجن الهوى وتعتق الرقبة. إلهي أنت تعلم ضري، فأجبني يا كريم. تحقق الحلم، واشترى النبي الكريم روزبة من صاحبه اليهودي مقابل زرع 300 فسيل من النخيل وأربعين أوقية من الذهب. وقد غرس النبي الكريم الفسائل بيديه الكريمتين وسقاها أمير المؤمنين علي. وبعد أن عتق روزبة ونال حريته، أطلق عليه النبي الخاتم اسم سلمان. تعاضد مشركو مكة مع مجموعة القبائل اليهودية على فتح المدينة. اجتمع قادة المسلمين ليدلوا بخطة حرب تصون طيبة، كل بحسب خبرته، ولم يتفقوا على أمر حتى تقدم سلمان وعاين الوضع الاستراتيجي وموقع المدينة الجغرافي، وعاد بذاكرته إلى خطة ناجعة كانت تستخدم في بلاد فارس للدفاع عن مدنهم. لقد نال هذا الاقتراح مكانة خلدته في تاريخ الإسلام. عندما قصم علي ظهر الشرك بضربة تعادل عبادة الثقلين، وحفر في جسم الشرك خندقه الكبير ليظهر الدين كله على الشرك كله.
السلام. وعليكم السلام. تزيدنا فخرا لو انتميت إلى قبيلتنا يا سلمان. لا لا لا، بل قبيلتنا تتشرف وتعتز وتفتخر بانتمائك إليها يا سلمان. شكرا لكم يا إخوة الإسلام، فنحن كلنا مسلمون، ولا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. وتعالى صوت سمح جهير للنبي الخاتم يعلن قائلا: سلمان منا أهل البيت. وهكذا تزين اسم سلمان بلازمة المحمدي وعلى شأنه، ثم أن النبي دفع لكل قبيلة ما بذلته لتحرير سلمان، ليكون الحر الذي أدرك الحرية بالعبودية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. لم يكتمل حنوط النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد، انقلبت الأوراق والقلوب على الأعقاب، وبدأت المجريات تسير باتجاه الأهواء، فأقصي المحقون عن الخلافة الإلهية وأدني المغرضون، لتلبس الأرض لون الطمع بدلا عن ثوب الأمان. لم يرضى لنفسه أن يكون كشيطان أخرس، ثار فيه الحق ودبت فيه الغيرة على الحق المغصوب، فتدرع بدرع الإقدام ليبوح بالحق. ألا يا أيها الناس اسمعوا حديثي، ألا وإن عند علي علم المنايا والبلايا، أما والله لو وليتموها عليا لأكلتم من فوقكم ومن تحت أقدامكم. ماذا تقول يا سلمان؟ كان وضع المدائن السياسي والاجتماعي يستدعي وجود حاكم مدرك للثقافة الفارسية ولطرق التعامل مع مزيج المدائن. كان سلمان الخيار الأفضل لهذه المهمة. ولي سلمان على المدائن في عهد الخليفة الثاني. قبل سلمان هذه المهمة بعد أخذ الإذن من أمير المؤمنين ليقيم به عدلاً ولينصر مظلوماً وليعيد حقاً وليعين محتاجاً.
السلام عليكم. وعليكم السلام أهلا بصحابي رسول الله. لقد أفرحتموني باستقبالكم. تفضل. شكرا جزيلا لكم. وأنت أيضا سررتنا بمجيئك. حفظكم الله ورعاكم. ستتعرف على المدينة وشعابها. السلام عليكم. وأهلها. وعليكم السلام. هذا هو كرسي الإمارة. يا دنيا غري غيري. على نهج الأمير وعلى طريق العفة والورع والاجتهاد صاغ سلمان تاجه من التراب. لم يكن كغيره من الحكام الذين اختاروا العرش على طاعة صاحب العرش، بل عاش بينهم زاهدا ترابيا. ورفع سلمان دار إمارته بين الناس في حجرة صغيرة في السوق. لم يقبل ذلك المحمدي حتى بدار الحكومة المتواضعة التي كانت قد أعدت له، وأصر على البقاء بين الناس. شيئا يا سيدي. اتركوه، وجدناه يسرق. لم أفعل شيئا سيدي، لم أفعل أي شيء، لم أسرق. اجعل الله نصب عينيك واعلم أن الله رقيب على أعمالك. كونوا يدا واحدة قوية ضاربة على الكفار والمنافقين، ولينة على المؤمنين. لقد سمعت حبيبي رسول الله يقول صلوات ربي عليه: مثلك يا علي في أمتي كمثل السورة قل هو الله أحد. نستودعك الله يا سلمان. في رعاية الله وحفظه. أين أمانة رسول الله؟ هذه سيدي. أنضحيه حولي. سمعاً. فإنه سيحضرني الآن خلق من خلق الله لا يأكلون الطعام بل يحبون الطيب. لقد حانت لحظة لقاء الرفيق الأعلى وبداية سفر الآخر. أغلقي علي الأبواب واذهبي. ألا تحتاج شيئا؟ لا، اذهبي حفظك الله. رعاك الله. خذي هذا الإناء معك. سمعا سيدي. ها هنا تمد يد الوصل لتصافح الروح. ها هنا يذر الطرف رذاذ الأحداق في درب القادم المأمول، ذلك الذي ما وفد إلا بجرعة من الكوثر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن حبيبي رسول الله بشر بولايتك. أغمض سلمان المحمدي عينيه المليئتين بصور الولاء، مودعا الحياة عام 34 للهجرة النبوية الشريفة. وبليلة نحو المدائن قاصدا، فيها لسلمان بعثت مغسلا. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلا.